أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر التعلق بالمسجد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صفة موجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذكر السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. وجاء في روايه زياده اذا خرج منه حتى يعود اليه. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان في المسجد بيته بالروح والرحمه والجواز على الصراط الى رضوان الله تعالى والى جنته رواه الطبراني والبزار. المساجد احب البلاد الى الله افضلها عند الله قال صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تزال الملائكه تستغفروا لأحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذه الصفة العظيمة الكريمة التي قلت كثيرا في زماننا ترى المساجد كأنها محلات تجارية تفتح في الساعة كذا وتقلب في الساعة كذا ويدخل المصلون إليها وقت الصلاة ويخرج منها المصلون ومع ذلك كثير من شبابنا ورجالنا لا يخرجون الى المسجد الا قليلا، منهم من لا يعرفه الا فريضه او فريضتين في اليوم، منهم من يدخل المسجد في الايام مره او مرتين، منهم من يدخله في الجمعه فحسب، وهكذا نسال الله السلامه والعافيه، واين كانت مساجد المسلمين؟ وكانت قلوب المسلمين معلقه بالمساجد، تحب البقاء فيها، من غدا الى المسجد او راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح نزلا في الجنة ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح ما أعظمها من صفة وما أكرمها من خصلة نحتاج إلى إحيائها في واقعنا حتى نتعرف أكثر وأكثر على أقوام اقتدوا واهتدوا وامتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصوا على الاتصاف بصفات المستظلين بظل عرش الرحمن ناخذ في كل حلقه انموذجا من نماذج الاقوام الذين ظهرت عليهم هذه الصفات الكريمه الطاهره في صفه الرجل الذي قلبه معلق بالمسجد نستعرض في هذه الحلقه شيئا من اخبار الامام العلامه الداعي الى الله العابد الناسك الزاهد عبد الله بن حسين بن طاهر من آل أبي علوي وينتهي نسبه إلى الحسين السبطي بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الإمام عبد الله بمدينة تريم سنة واحد وتسعين ومئة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تربى فيها تربية صالحة وأخذ عن أهل زمانه من الشيوخ الكرام العظام ثم رحل إلى مكة المكرمة وأخذ من فيها من العلماء وعن أهل السر وعن أهل الصلاح وعن أهل الهداية ثم عاد بعد ذلك خرج من مدينة تريم وعاش بجوارها في قرية يقال لها المسيلة ولكنه إمام عظيم عاش في تلك القرية فحولها إلى جنة من الجنات كان جلساؤه يقولون ما كنا نعلم أننا في الدنيا حتى مات علينا هذا الشيخ حتى مات علينا هذا الامام لان له قلب متعلق بالله ويعلق من حواليه بربهم جل وعلا حتى قال قائلهم في ذاك الزمان جنه الدنيا المسيله اي ان بلده وقريته صارت جنه الدنيا لما يشعر الساكن معه فيها انه في جنه الله جل وعلا كثير العباده لله كثير الطاعه لله قد يقرا في صلاه الضحى في المسجد وهو معتكف فيه عشره اجزاء من القران الكريم يبقى في المسجد معتكفا من الصباح الى الظهر، من الظهر الى العصر، من العصر الى المغرب، وهكذا يبقى في بيت الله سبحانه وتعالى ويعمر ما بين المغرب والعشاء، وفي اخر الليل له قيام في مسجده، هذا غير الطاعات التي يعبد الله سبحانه وتعالى بها اناء الليل واطراف النهار، كان يقول احد من انتفعوا به وابن تلميذه الامام علي بن محمد بن حسين الحبشي كان يقول لو أن كاتبا وكل أن يكتب أعمال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر من الصباح إلى المساء لما استطاع أن يكتبها ولا أن يحصيها كثير الذكر لله كثير العبادة لربه له في اليوم الواحد ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف من لا إله إلا الله وخمسة وعشرين ألف من الله الله يذكر الله بها وخمسه وعشرين الف من الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اضافه الى دروس العلم في المسجد الى الافتاء في المسجد الى قضاء حوائج الناس وهو في المسجد رضي الله عنه وارضاه على كثره اعماله الطيبه الكثيره العظيمه كان يقول مناجيا ربه باللهجه الدارجه بلغه اهل بلاده يا رب ما معنى عمل اي ليس لنا عمل يا رب ما معنى عمل وكسبنا كله زلل لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة كان يقول أيضا في أبيات من اللهجة الدارجة في بلده كل تزود وولى أي كل أخذ زاده وذهب ورحل وين جاب بن حسين يعني نفسه أين ذهب أين صار كيف حاله وين جاب بن حسين ما أشوف شيء زاد عنده وين زاده في وين ما أظنه هلا إذا ولى إذا انتقل لربه يقول آه وين واليوم قد جاك يا مولى الخزين الملين أي يا صاحب الخزائن الملأ يخاطب ربه جل وعلا ثم يقول اليوم قد جاك يا مولى الخزين الملين فقير محتاج خالي الجيب والراحتين أهدى إليه بعضهم هدية لعله أن يفرح بها أهدى إليه ساعة في زمن بدأ تظهر فيه الساعات فأخذها وقال جزاك الله خيرا علها أن تنظم لي وقتي بعد يوم أو يومين أخذ هذه الساعة يريد أن يرى كم الوقت فيها فإذا بها لا تعمل، فلما جاء الرجل الذي أهداها له قال يا هذا إن الساعة لا تعمل، كيف تعمل؟ قال يا سيدي إنها تحتاج إلى أن تحرك العجلة التي فوقها حتى تمتلئ بالطاقة ثم تعود للعمل مرة أخرى. قال له الإمام إني أريد الساعة لتحفظ لي وقتي وأخوك في الله عبد الله بن حسين ليس معه وقت. لكي يحرك هذه الساعة ولا أن يعبيها لأن أوقاته قد امتلأت بطاعة الله سبحانه وتعالى يتكلم عما يشعر به من الجلوس في المسجد والبقاء في المسجد والاعتكاف في بيت الله سبحانه وتعالى ويقول في شعره وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدورة ماذا يعمل هؤلاء في ديارهم ماذا يصنعون في البيوت والمساجد فيها هذا السر وفي المساجد سر ما جلست بها الا تعجبت ممن يسكن الدورة نور وانس وحفظ للجليس بها من كل شر وضر فاسمع الشورى وان يكن خاليا ليس به احد يعني ان المسجد ليس فيه ناس قد خرجوا كلهم وان يكن خاليا ليس به احد فاجلس به واعتكف فيه تجد نورا اي يظهر لك نورا من انوار الله سبحانه وتعالى أن بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود توفي رحمه الله في ليلة السابع عشر من شهر الربيع الثاني من عام اثنين وسبعين ومائتين وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسالة نستفيد منها من سيرة هذا الإمام الصالح العابد ألا نغتر بأعمالنا وإن كثرت وإن عظمت وإن جلت وألا نعجب بها بل نشهد المنة لله سبحانه وتعالى فمهما كثرت عباداتنا فلن نؤدي حق المعبود سبحانه وتعالى رسالة اخرى الى كل من يرتاح ويأنس بالقعود في خارج المسجد ادخل الى بيت ربك واقعد فيه واعتكف وجرب اولا وثانيا تجد نورا ان شاء الله من فضل الله سبحانه وتعالى علنا ان نستظل في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعلنا يوم القيامه في ظلك واحشرنا في زمره نبيك مع احبابك برحمتك يا ارحم الراحمين